الآن وصلنا إلى القسم الأخير من هذا الكتاب وهو خاتمة الكتاب. 凭博辞恒辞的安拉之尊名，这节课我们讲关于三个基础思想原则这本书的总结。 الخاتمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى 这项总结是作者的总结 أن العبد لا يمكن له الدخول في دين الإسلام حتى يكفر بالطاغوت قبل أن يؤمن بالله 一个人归信伊斯兰教们在归信之前必须要否认那些安拉以外的受败者 ما هو الطاغوت 什么是طاغوت邪魔 كل ما تجاوز بالعبد حده يعني يتجاوز الحد في الأحجار والأشجار ويعبدها من دون الله 所有这个过分的那种崇拜比如对石头对偶像的那种崇拜 يعني هي أشجار لا تضر ولا تنفع يعتقد فيها الضر والنفع ويعبدها من دون الله فقد تجاوز طغى فيها وتجاوز 石头本身它并不能使人受益也不能使人受伤害本身 但是有些人因为举办而去把石头做的偶像抬到非常高的地位 أو يطيع العلماء والأمراء في معصية الله 或者服从一些把学者抬高到过分的地位以至于崇拜一些学者 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 在这个违抗安拉的情况下去崇拜这些偶像 نعم إذن عندما يتجاوز العبد هو بهذا طغى يعني تجاوز الحد كمن يتجاوز الحد في من يعبد الأحجار والأشجار والأصنام والشمس والقمر 所有的这些过分的错误的这种崇拜比如崇拜石头崇拜其他的被造物崇拜太阳崇拜月亮等等这都是举办 هذه مخلوقة 这些都是被造物 نعم والطواغيت كثيرة. 这些这个邪恶的行为非常多. لكن الرؤوس خمسة. 但是由这个首领有五种. يعني كبار الطواغيت. 大的邪魔. إبليس. نعوذ بالله منه. 这个邪魔的首领 إبليس. ومن عبد وهو راضٍ. راضٍ يعبد من دون الله. 以及那些 这个喜欢别人崇拜他的那些人 يعني يأتي إنسان يسلم عليك ويسجد أو يركع لك 比如一个人这个向另一个人道平安而且给他叩头 لو أنكرت هذه العبادة أنت موحد 如果你否定这种行为那你是有崇拜安拉的人 ولو تسكت طاغوت 如果你这个默不作声那么就是 كيف ترضى أن تعبد من دون الله 你怎么能做一个被受败者而这个受崇拜呢 الثالث من الطواغيت من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون دعا الناس إلى عبادة نفسه 还有一种就是就像这法老一样要求别人去崇拜他 نعم ومن ادعى شيئا من علم الغيب يعني قال تقوم الساعة يوم كذا غدا يحصل كذا غدا يموت فلان مثلا 再有 还有一种这个邪魔他们妄称知道明天的事以后的事 والله هو كاذب وكافر كفرا اكبر 只按拉发誓他就是这个非信师他已经犯了这个大的这个非信的行为 نعم والذي يحق الخامس من حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بما انزل الله لا يصلح 再有一种第五项，就是有一些人，他们以安拉以外的教法，以安拉以外的法律来判决，认为这种法律比安拉的法律更好。نعم إذن أخذ عرفنا الطاغوت 我们已经学习了邪魔属于什么 وذكرنا أنواع الطواغيت الخمس 我们讲述了五种邪魔的行为 والله أعلم 安拉之知